Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Akila Nailatul Tuliza Kelas 4 dari SDI Telantabur Tabur Di sini saya akan membacakan surat Abasa dari Cus 30 Auzubillahiminasyaitanirrojim <tik> Bismillahirrahmanirrahim عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يزكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك زكى وأما من جاءك يسعى وهو يغشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء زَقَّرَ في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي شفرة كرام برر قتل الإنسان ما أغفر من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقد سر ثم الثبي لا يسر ثم أماته فأقبر ثم إذا شاء أنشر كلا قديما أمر فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا سببنا الماء صبا ثم